دلوقتي بقى هنبدأ الجزء الأول من الحلقة واللي بنتكلم فيه عن أخبار النادي الأهلي وأخبار الرياضة المصرية. طبعا زي ما احنا متعودين بنبدأ بأخبار النادي الأهلي، وهنبدأها النهاردة بأخبار كرة اليد. الحقيقة ان 12 لاعب من النادي الأهلي موجودين في القائمة المبدئية لمنتخب اليد استعدادا لودياتي ألمانيا. طبعا الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني إخوان كارلوس باستور قرر ضم 12 لاعب من النادي الأهلي في القائمة المبدئية اللي بتستعد دلوقتي علشان معسكر ألمانيا، واللي هيكون طبعا في الفترة من 1 وحتى 5 من شهر نوفمبر المقبل بإذن الله. قائمة المنتخب طبعا في المعسكر ده، يمكن القائمة المبدئية بتضم 30 لاعب منهم 12 من النادي الأهلي. خلينا نستعرض مع حضراتكم ال 12 لاعب من النادي الأهلي، يعني هم عبد الرحمن طه، أحمد هشام، سيسا، بلال إبراهيم، عبد الرحمن فيصل، ومحمد مجدي، أحمد خيري، ومحسن رمضان، محمد لاشين، عمر خالد كاستيلو، إبراهيم المصري، أحمد عادل، وياسر سيف. المنتخب طبعا زي ما احنا عارفين هيلعب ماتشين وديين مع ألمانيا في المعسكر الودي، هيكونوا يوم 3 من نوفمبر المقبل، والماتش الثاني هيكون يوم 5 من نوفمبر، او يعني 5 من نفس الشهر بعده. وبعد كده لعيبة الأهلي اللي هتكون في السفرية دي هتطلع بقى من ألمانيا على السعودية على طول عشان تلحق بالفريق اللي هيشارك في بطولة العالم للأندية سوبر جلوب. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الأهلي هيلعب بطولة العالم للأندية، واللي هتكون في مدينة الدمام في السعودية في الفترة من 7 والحد 11 من نوفمبر اللي جاي، واحنا طبعا في مجموعة واحدة مع النور السعودي وبرشلونة الإسباني.